معقول كده؟ مفيش حد غيري في المسرح ده شغال؟ انا هموت. كل حاجة اعمل يا مظلوم، وشيل وحط، حتى اوضتي اخدها الاستاذ عارف. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ويا ريتنا بنقبض. مساء الخير. كل حاجة بنعملها ويا ريتنا بنقبض فيها يا باشا. مش شايفني شغال؟ مساء الفل يا باشا. بقولك لو سمحت، هو الاستاذ المخرج فينه؟ الايه؟ الاستاذ المخرج. الاستاذ المخرج؟ ايوه. وانت حضرتك عايز تقابل الاستاذ المخرج؟ ايوه، هو اللي بعت لي وقال لي اجي. المخرج بعت لك انت؟ ايوه ايوه. بعت لك ازاي يعني؟ بعت لي جواب. ايه؟ المخرج بتاعنا بعت لك انت جواب؟ ايوه. ده صندوق جوابات المخرج هيبوظ من كتر الجوابات اللي ببعتها له، عمره ما رد عليا. ده انا بقالي 14 سنه شغال هنا بعمل كل حاجه في المسرح ده وعمره ما رد عليا. يا باشا بعت لك انت؟ هو انت مين حضرتك؟ انا الممثل الجديد. انا اسمي فضولي. حضرتك اسمك ايه؟ انا اسمي مظلوم. مظلوم؟ وايه اللي في ايدك ده يا استاذ فضوله؟ ده النص بتاعي، المخرج بعتهولي على البيت وقال لي اذاكره. ايه ده النص بجد بتاع المسرحيه بتاعتنا الجديد؟ ايوه. وانت حضرتك واخد دور ايه بقى في النص الجديد يا استاذ ممثل جديد؟ واخد دور البطوله. انت واخد دور البطوله؟ ايوه. وانا ما اخدش دور البطوله ليه؟ ليه؟ بقول لك 14 سنه انا اللي بنظف وانا الكومبارس، انا وحضرتك انا بعمل كل حاجه في المسرح ده، كل حاجه يا باشا. وعمري ما قلت جمله مثلا. عارف لما انت حد يديك نص وتحفظ جمله؟ أيوة. وتطلع تقول انا المخرج ما اعرفش انا اخرس ولا بتكلم. لا واضح ان حضرتك بتتكلم كويس قوي كمان. قول لي بس هو فين؟ هو فين يا استاذ يا مخرج يا محترم؟ برضو يا استاذ مخرج. يا استاذ ممثل جديد يا باشا. طب قول لي هو فين؟ طيب وانا هروح له. مساء الخير. لو سمحتي بدور على الاستاذ المخرج ارجوكي، لان انا جاي عشان اقابله. وهو بتدور على مين؟ على المخرج. على المخرج مره واحده ليه حضرتك؟ حضرتك عايز ايه؟ انا الممثل الجديد. اهلا اهلا وسهلا. اهلا معايا في المسرحيه الجديده. ايوه انا فضولي. اهلا اهلا بيك. انا حافظ. حافظ؟ اهلا بيك يا استاذ يا حافظ. اهلا اهلا. انا جاي اقابل الاستاذ المخرج. لا 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 معلش معلش، يعني سؤال، حضرتك عايز تقابل المخرج ليه؟ عشان هو بعت لي النص وانا جاي اقابله عشان اقول له ان انا الممثل. لا هو بعت لك النص عشان يقول لك ان احنا عندنا تمرين كمان نص ساعه. طب اسلم عليه بس، مش هزعجه صدقيني، مش هزعجه. اقول له بس يا فندم مفيش حد بيشوف المخرج كده. يعني ايه مفيش حد بيشوف المخرج؟ انا هقول لحضرتك يعني اهدى كده بس. انا هجيب لك حد يعني تحت المخرج على طول، تحته على طول. هاتي اللي تجيبيه، المهم اقابله وخلاص. انا مش ماشي النهارده غير لما اقابله. استاذ عارف في واحد هنا غريب بيقول عايز يشوف المخرج وكلام يعني غريب جدا. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ايوه حضرتك بتقول لي ان حضرتك عايز ايه؟ عايز اقابل المخرج. حضرتك هنا ما حدش بيقابل المخرج كده بالسهل، يعني في درجات لازم تطلعها. ثم تعالى هنا. هو حضرتك حافظ الدور بتاعك والنص؟ جدا جدا جدا. وريني صفحة 347 السطر الخامس من تحت، اتفضل. ها واحد من ثلاثة. قول أي جملة. طب ساعدني. اتفرج اتفرج اتفضلي. وقال أنا سأذهب أنقذ الأميرة. وقالت له أنا سأذهب أنقذ. طب اختب شايف اسألني في حاجة تانية. طب المشهد الأول. خد احفظ كويس النص وتعالالي. ماشي يلا. استاذ عارف ممكن تساعدني بس من فضلك؟ ايه العالم الغريبة دي؟ ونص ايه اللي احفظ؟ هو انت احفظ بالصفحه يعني يا استاذ؟ وايه دي كمان؟ مساء الخير. واضح ان حضرتك واحده من اللي بيمثلوا هنا. ممكن اسالك سؤال؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ واحده؟ لا يا بابا انا اهم واحده في المسرح ده. انا اسف يا ست، اهم واحده في المسرح ده. ممكن تساعديني احفظ النص؟ لان واضح ان انا مش عارف خالص. عايزه اتمرن معاكوا وانتوا بتمثلوا كده. لا معلش حضرتك مين اصلا الاول عشان تدخل كده وداخل كده فينا مش عارفين بتكلم مين؟ انا فضولي. انا حره. ماشي يا استاذه حره. ممكن بقى تساعديني من فضلك عشان بس انا لسه واخد دش ساقع دلوقتي من احجام مختلفه. احب اعرف مين الاحجام معلش. استاذه حافظ واستاذ عارف. عارف قول لي بقى عايزني اساعدك في ايه؟ في النص، الحته اللي هي بتاعت صفحه 365 تحت على الشمال. ممكن بقى تقوليها لي لو سمحتي؟
مراني. لحظه واحده، انت قلت لي قابلت استاذ حافظ واستاذ عارف. ايوه طبعا. اقول لك تحفظ صم النص زي اسمك. ايوه ساعديني بقى احفظ صم. اوكي شايف النص ده؟ اه. انسى. يا استاذه حره ما يصحش كده، ده النص فيه ايه؟ نحترم النص ده من المخرج. ايه ده؟ ايه الاسلوب والطريقه دي؟ حد يرمي النص كده؟ حرام يعني. ايه يا ابني ده؟ انا بقول لك همرنك، انا هفيدك. النص ده بيحدك، بيخليك كده محدود. انت المفروض فنان، تنطلق، تألف في الدور، تقول كلام مش مكتوب. انا حاسك مش مقتنع. ولا مدرك ولا حاجه. انا اديني بس واحدة. المخرج ده ايه العالم الغريب ده؟ حريصه، حريصه انا. أيوة. هعرفك انا مين دلوقتي. يا ستي حريصه. ايوه استاذ فضولي. فضوله ده عايز، مش عارف انا مين الاول. بس انت قلت لي اسمك ايه؟ فضولي. طب ممكن اشوف البطاقه؟ بطاقه؟ انا ايش ضراني ان انت فضولي يعني؟ مش ايش ضراني. حضرتك طالعه منين يا استاذه حريص؟ اتفضلي. فضولي فعلا. طب قول لي كده رقم البطاقه. لا مش الدرجات دي يعني، في ايه؟ خلاص خلاص ما بقى انت مش عارف مين دي؟ لا مش عارف ان دي الاستاذه الممثله القديره حره. لا انت عارف الاستاذه دي واخده كام جايزه؟ كام؟ اتنين. بجد؟ انا معرفش ايه اللي بتقول. إيه ده؟ انا اسف خالص اللي معرفك اجهلك يا استاذه حره، ده حتى خيال ظلك واضح طبعا انك فنانه. انا اسف خالص. لا لو كده نسمع كلام استاذه حره بقى. شوف لا ما؟ تسمع كلام استاذه حره ازاي؟ انا قلت لك اسمع كلام استاذه حره. خلاص يبقى نمشي ورا النص. احنا نمشي ورا النص يا حبيبي. انت ما تسمعش كلام اي حد، انت لازم تشك في كل حاجه وكل حد وكل حواليك. خلاص يبقى نستنى الاستاذ المخرج يجي ونسمع كلامه كلنا. وانت مين قال لك ان المخرج ده موجود اصلا ولا ان النص اللي معاك ده صح؟ شك في كل اللي حواليك. معلش هي كده شويه. بص انا هقول لك، انت تسمع مني وتتعلم بقى انت تعمل ايه في المسرح ده. كي. اوكي ماشي. ركز كده واسمع الكلام ده كويس علشان مش اي حد هيرضى يقوله لك. علشان تنجح لازم تفتح مخك وتفتح لعينيك، لازم تسأل، لازم تعرف وتشك في اللي حواليك. هنا في المسرح مفيش مطرح للي ما بيفكرش كتير، شغل عقلك تاكل ملبن، عيش وكأن ملكش كبير. انت المخرج، انت المنتج، تقدر برضو تكون ريجيسير. انت اللي بتاخد قراراتك، تطلع تنزل حتى تطير. هنا في المسرح بس هتفرح لما تسيبك من المكتوب. مين قال ان المخرج شايف ده؟ ده لو اصلا كان موجود، ده لو اصلا كان موجود، ده لو اصلا كان موجود. علشان تنجح لازم تفتح تقرا وتحفظ المكتوب، اللي عليك انك تسمع تفهم تعمل المطلوب. هنا في المسرح اللي يريح ان المخرج المسؤول، مش محتاج تحتار وتدور، ما هو عنده للكل حلول. المخرج عمره ما يغلط، اوعى في يوم تشك فيه. لو بالحرف مشيت على النص مش هتوه وتلف كتير. هنا في المسرح بس هتفرح لما تنفذ المكتوب. ممنوع تكسر اي نص، والممنوع دايما مرغوب. افتكر الممنوع مرغوب، افتكر ان الممنوع مرغوب. طبعا كالعاده انا اول واحد اوصل. وضب يا مظلوم المكان. ايه يا جماعه مش هنتمرن ولا ايه؟ هتسيبني حاجاتي؟ هو فين بقيتي حاجاتي؟ بس يا استاذه حر مش ممكن. انت جاهزه؟ انا جاهزه. انا تمام. يلا نتمرن. تمشي على اللي انا هعمله بالظبط. انا هنا. انا حضرتك محتاجه اي حاجه؟ متوتره جدا. انا متوتره ليه بس؟ متوتره قوي. انا تجيبوا لي بتاع ما بتتلبسش. ماشي حاضر. جاهزين ولا مش جاهزين؟ جاهزين يا استاذ. كل واحد عارف دوره هيبقى ايه كويس. ايوه ماشي. ما عندناش وقت، البروفا دي مش مضمونه. هو العرض الساعه كام يا استاذ عارف؟ انا متحمس جدا. خلاص على طول نص ساعه. ماشي مرة. ماشي جاهزين؟ جاهزين. يلا مزيكا، اعمل مزيكا. مولاتي الملكة، لقد اختطفت ابنتك، وقد اختطفتها الساحرة الشريرة. اختطفتها الساحرة الشريرة؟ يا شعب، يا
يا شعب. نعم يا جلالة الملك. ابنتي اختطفتها الساحرة الشريرة. يا نهار أبيض، ألف سلامة. أنا حرانة، أنا حرانة. حرانة؟ آه حرانة. إيه؟ إيه اللي أنت، ثانية واحدة، ثانية واحدة، إيه اللي أنت جايبه ده؟ أستاذ عارف من أني بتاع مشويات دي حضرتك جايبها يعني؟ المفروض تانية تبقى ريش نعم من العصر البلطمي. البلطمي، ثواني، فيه البلطمي معايا. البلطمي. لا كده بلطمي مظبوط فعلا. يلا اتفضل. يا جنود، يا جنود. نعم يا جلالة الملكة. إلا هينقذ ابنتي الأميرة سأعطيه جائزة كبيرة. أنا يا جلالة الملكة هنقذ الأميرة ومش طالب جائزة. أمال عايز إيه يا ابني؟ أنا طالب القرب. أوكي اتفضل. أوكي؟ شكرا. أنا لازم أعدي من جزيرة النباتات. شجرة، شجرة، عايز شجرة، عايز شجرة. خد شجرة تانية، شجرة تانية. تعال. أوكي. تعال. يا أميرة، أنا جاي أنقذك من الساحرة الشريرة. مش تقدر تاخدها غير لما تحاربني. موت. مش المفروض أموت. ستوب ستوب. هربت. إيه اللي بتعمليه ده؟ المفروض ان هو ينقذ الاميره. اميره، مش معقول كده كده. من فضلك التزمي بالنص. نص. انا مش عايزه اموت، انا حره. في حاجه؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها نص. على فكره يعني النص هو اللي بيتحكم فيه. ماشي حاضر. يلا جاهزين؟ مفيش وقت، دي اخر بروفة. اتفقنا؟ يلا. مولاتي الملكة، لقد اختطفت ابنتك، لقد اختطفتها الساحرة الشريرة. اختطفتها الساحرة الشريرة؟ يا شعب، يا شعب. نعم يا جلالة الملك، ابنتي اختطفتها الساحرة الشريرة. يا نهار ابيض، الف سلام. أنا حرانة، أنا حرانة. حرانة، حرانة. يا جنود، يا جنود. نعم يا جلالة الملكة. إلا هينقذ ابنتي من الساحرة الشريرة سأعطيه جائزة كبيرة. أنا يا جلالة الملكة هنقذ الأميرة ومش طالب أي جائزة. أمال عايز إيه يا ابني؟ طالب القرب. اتفضل. شكرا. أنا لازم أعدي من جزيرة النباتات. يا ابني أنت بتعمل إيه؟ انت مش المشهد اللي فات كنت عايز شجرة؟ ايوة. طب خد. ماشي. يا اميرة. فارس. أيوة. انا جيت عشان انقذ. ايوة يا فارس. يا اميرة. أيوة. انا جيت. فارس. جيت عشان انقذك من ايد الساحرة الشريرة. ايوة انا موجود اهو، انقذني يلا. انت الاميرة؟ أيوة. انتوا غيرتوا النص ولا ايه ده؟ يا استاذه ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بتعمل ايه دي؟ انا مش فاهم. الاميره ساحره الشريره يا جماعه. انا حاسه ان هو امير لايق عليا اكتر. يعني ايه؟ في نص لازم تلتزمي بيه. ده شهر اميره. خلاص العرض. انا حاسه ان انا انفع اميره. انت موجوده في نص ساحره الشريره، ما ينفعش الكلام ده. بعد اذنك يا بعد اذنك يا بعد اذنك. ماشي يا جماعه، عايزه ابقى اميره بجد. الستار هيفتح اهو. خلاص روحنا في داهيه. يلا افتح الستار. 3-2-1 اكشن. مزيكا، مزيكا. مولاه اختطفتها الاميره. استني بتعمل ايه؟ انا شرقت، ما كملتش. انا مش عارفه اصلا. انا خايفه قوي، انا خايفه بجد. انا مش عارفه اعمل ايه قدام الناس دي. انا حاسه ان حضرتك كان لازم تاخد الدور مش انا. بجد انا عارف ان انا المفروض اخد الدور، بس مع المخرج قال كده. من فضلك يلا. اوكي 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 اوكي. مولاتي الملكه، لقد اختطفت ابنتك واختطفتها الساحره الشريره. اختطفتها الساحره الشريره؟ يا شعب، يا شعب. نعم ابنتي اختطفتها الساحرة الشريرة. فاحنا نعمل ايه كشعب يعني؟ انا حرانة، انا حرانة. افتح لها التكييف. انا يا جنود، يا جنود. ايوه يا جلالة الملكة، ايوه يا جلالة الملكة.
ابنتي اختطفتها الساحرة الشريرة، اللي هينقذ ابنتي سأعطيه جائزة كبيرة. أنا مش عايز جائزة يا جلالة الملكة. أمال عايز أنا يا جلالة الملكة هنقذ بنتك عادي. مش عايز أي حاجة. أنا طالب القرب من ساعتك. إيه يا عم هنقذها؟ روح روح بسرعة، روح روح. أنا لازم أعدي جزيرة. يا أميرة أنت فين؟ فارس أنا جيت أهو. أنا جيت أنقذك من إيد الساحرة الشريرة. أشكرك. مش هينفع تنقذها غير لما تحاربني، اوكي؟ محدش هينقذها غيري، سيب السيف ده، انا اللي هنقذها. انت الاميره؟ انا البطل، انا البطل. اخيرا خدت فرصتي. ده مسرح ايه ده ومخرج ايه ده اللي يقبل بالمهزله دي؟ انا كان ايه اللي جابني هنا؟ انا مستقبلي ضاع قدام كل الناس دي. العرض ده كان مهم جدا في حياتي المهنيه، ضيعوه وبوظتوه. والمخرج هو فين ان شاء الله؟ والنص بتاعه هو فين؟ انتوا فشله، انتوا مجموعه فشله. اهدى 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 بس يا استاذ فضولي، على فكره مش غلطه المخرج، احنا اللي ما عملناش دورنا كويس، احنا اللي ما حفظناش، وعلشان كده المسرحيه باظت. حتى يا ستي لو احنا ما عملناش دورنا صح، هو فين دوره كمخرج؟ مش هو المفروض مسؤول عن كل الممثلين دول؟ ما يتدخل ولا يعمل حاجة. على فكرة هو عمره ما قال لنا أي حاجة ولا عمرنا شفناه. أنا بقى ما عودش أصدق اللي يقول لي المخرج قال والمخرج عاد والمخرج زاد. اللي عايز يجي يصلح لي حاجة يجي يقولها لي بنفسه، إنما أنا ما شفتوش. حتى لو ما شفتهوش، ما هو سايبلك النص عشان تمشي عليه والمسرحية تتظبط، وانتوا ما بتمشوش على النص، والأستاذة اللي حضرتك ماشي وراها دي أكتر واحدة ما بتمشيش على النص. طب لما أنت عارف كل حاجة وعارف الممثلين والمخرج والنص، إزاي بقى مش واخد بالك إن العقد اللي أنت مضيت عليه قبل ما تدخل المسرح ده في بند مهم قوي بيقول إن أنت من حقك تخرج عن النص براحتك؟ العقد؟ أنا إزاي كنت ناسي الموضوع ده؟ طب ما العقد بيقول إن أنا ليا الحرية إن أنا أخرج عن النص عادي، أمال أنتوا ليه بقى عاملين لي مشكلة إن أنا خرجت عن النص؟ لا ما لا أنا حر، لا ما العقد بيقول إن أنا حر، والمخرج يا أستاذ عارف أيوة بيقول إن أنا حر. لا يا جماعة لا لا، ما تدخلوش الحاجات في بعض. المخرج فعلا قال إن في حرية، لكن في فرق بين حرية وتوابع القرارات اللي إحنا بناخدها. مزبوط. والمخرج قال اللي مش هيمشي على النص ملوش مكان في الفرقة دي. معلش يا جماعة تدخلوا الحاجات في بعض وتلخبطونا. أنت بتضحكي على نفسك ولا على الناس ولا على الجمهور؟ حرية إيه دي يا ماما اللي يقول لك لو خرجتي برا النص تخرجي برا الفرقة؟ حرية إيه؟ ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. يعني أنت مش عايز تمشي على النص، وفي نفس الوقت مش عايز تمشي على القانون اللي هو حاطه، وفي الاخر يتحمل نتيجه غلطاتك وغلطاتنا. غلطات انا؟ ده انا اكتر واحد كنت ماشي على النص، انتوا اللي بوظتوها وتربطوها. هو عدل ان واحد يغلط فالباقيين كلهم يتحملوا النتيجه؟ لا معلش ده مش عدل. هو مش كفايه ان احنا ما عندناش حق اختيار ادوارنا ونازله علينا كده بالاجبار؟ المخرج عارف كل واحد فينا، عارف قدراته وامكانياته، وعلى الاساس ده بيقسم لكل واحد دوره. يا جماعه لازم نثق فيه شويه. طبعا ما هو عشان حضرتك جلالة الملكة، حضرتك بتعملي أقوى أدوار في أي مسرحية بتتعمل، إنما أنا خدمت المسرح ده يعني من أول ما ابتديت أشتغل في حياتي، من أول ما المسرح ده طلع له اسم، عملت كل حاجة في المسرح، ده أنا عملت الشجرة في العرض. مفيش حاجة اسمها دور كبير ودور صغير، الدور الكبير زي الدور الصغير، ومفيش واحد هياخد دور كبير غير لما يطلع الأول على الأدوار الصغيرة، وهو قال كده، قال اللي هيلتزم بالدور الصغير هستأمنه على دور كبير، هو قال كده. لو كلام حضرتك ده مظبوط تقدر تقولي ليه لغاية النهاردة يا أستاذ عارف، يا أكتر واحد عارف فينا اللي مكتوب كل أدوارك مهمشة صح؟ مش بس يعني أنا مش فارق معايا حجم الدور. بجد بجد أنا فارق معايا أن أشتغل معاه، أنا بستمتع وأنا شغال معاه. صح الموضوع بسيط يا مظلوم، لما بتشتغل مع المخرج بتستمتع بالشغل معاه حتى لو كان دورك قليل أو صغير، مش ده اللي بيفرق. معلش أنا عايزة أقولك حاجة من بدري وبرضو ماسكة نفسي، لأن أنتوا كلكم مستفزين وأنت أكتر واحدة كدابة. أنت عارفة يا حبيبتي أنت اسمك حافظ ليه؟ لأن هو أصلا عمره ما كلمك ولا تعرفيه. أنت يا ماما بتوصفيه من شوية الكلام اللي أنت بتسمعيه عنه. ليه؟ على أمل أنه في يوم من الأيام هيحن عليكي ويكلمك. لكن لا يا حبيبتي أنت مش عارفة حاجة وبتكدبي علينا وعلى نفسك، علشان أنت حافظة مش فاهمة أو خايفة تكوني فاهمة. حتى لو كلامك صح ممكن أبقى أنا ما شفتوش، بس غيري شافه وعارفه، وده معناها أن هو حقيقي وأن هو موجود. بالظبط انا شفته وسمعته قبل كده، وهو قال للناس اللي زيي تقول للناس اللي زيكم عن نص،
ونخليهم يلتزموا بيه. ده اللي حصل. يا سلام، ولما هو موجود وعادل ولطيف زي ما انتوا بتقولوا كده ما بيظهرش ليه لبقيه الناس، ولا هو حصري لناس معينه؟ لا لا لا، هو موجود موجود وحقيقي. ايوه ايوه، مش موجود. توهتوني وتوهتوا نفسكم. انا كان كل هدفي وكل طموحي اني اقابله، اني اتعرف عليه. كنت عايز اعرف ربنا، كنت عايز اشوفه زي ما في ناس تانية بتقول انها شافته. عايز اساله، هو لو انت مش عايز تقابلني امال جبتني الدنيا دي ليه؟ وازاي متوقع ان انا اعرف اشوفك في وشوش ناس متشوهه وبتشوه في بعض، وكل واحد فاكر انه صح والتاني هو الغلط؟ اشوفك ازاي؟ انا بس عايز اعرفك، وكنت عايز اعرف انت مين. ما تقولي وعرفني على نفسك زي ما في ناس تانية بتقول انها عارفاك. ما هو يا انت موجود وحقيقي يا انت كدبه. لا عارف اشوفك جوه الكنيسه ولا براها. انت حقيقي ولا كدبه؟ عمري ما اختبرت يعني ايه يبقى عندي علاقه مع الله، يعني ايه يبقى عندي صداقه مع ربنا. بس هي غلطة مين؟ أنا عايز أفهم. محدش يقولي إنها غلطتي، أنا أكتر واحدة ملتزمة. يقولي لي روحي الكنيسة، بروح. صلي، بصلي. توبي، اكرزي، اخدمي، عملت كل ده وبرضو ما شفتوش. ما عملتش ده عشان إني مقتنعة ولا حاسة بالعشرة دي، بس على أمل إني أروح السماء. لا أقول لكم حاجة أوحش، على أمل إني ما روحش النار لإني خايفة. هما بيقولوا إن هو موجود وإن ده الطريق الصح، فأنا همشي وراهم وخلاص، وياريت أوصل بس البر الأمان، ووقتها بقى أحس باللي هما بيحسوا بيه. لكن علاقة بجد وإعلانات واختبارات وعشرة، الكلام ده مش لأي حد، وأكيد مش ليا. ايوه انا حريصه، وحريصه جدا كمان. ما هم زي ما بيقولوا اللي اتلسع في الشوربه بينفخ في الزبادي، وانا بقى اتلسعت من كل الناس اللي حواليا. اقرب اصحابي خانوني، اديت حب وما لقيتش غير كره، اديت صداقه وما لقيتش غير خيانه، اديت الامان وما لقيتش غير كذب ونفاق. بس خلوني اسالكم سؤال تاني، هو مش كل حاجة بتحصل بأمر من ربنا؟ يبقى اللي يسمح بكل الكذب والنفاق والكره والخيانة وكل ده ينفع يتأمن له؟ ما أعتقدش. أنا فعلا مرة سمعت عنه، مرة سمعته كده بيتكلم زمان. أنا أعرفه، أسمع عنه كده تشاش من بعيد، لكن أعرفه بجد للأسف. ببنك ضميري بإني أعرف الناس التانية عنه وأكلمهم وأقول لهم ربنا بيقول وربنا عايزك، لكن في الحقيقة أنا مش حاسس الكلام قوي. أنا بستمد شخصيتي وشكلي قدام الناس من الحركات اللي بعملها دي. كل الناس بتجيلي هو ربنا بيقول إيه، وأشرح لهم وأعيد وأزيد. ما أنا عندي حاجات خدتها زمان، لكن دلوقتي مفيش أي حاجة، يا دوبك بسطر نفسي بالكلمتين علشان ما تفضحش. أنا زمان كنت بصدق إن في إله، إله بيحب ولاده بجد، لحد ما كبرت وشفت بقى ولاده دول. شفت إيه؟ شفت كره، شفت كذب، شفت بهدلة بدل الحب. إزاي في إله بار كده وعبيده بالكذب ده؟ ازاي في اله كويس وامين وعبيده مرائين كده؟ اقول لكم، ملاش نحاسبه على اعمال اتباعه. هو بقى ليه سابني اتبهدل؟ مش هو بيحامي عن شعبه؟ انا شعبه، ليه ما دافعش عني؟ ليه سابني اتمرمط واتوجع واتدمر ووقف ساكت خالص ما فتحش بقه؟ اضطريت اصدق انه مفيش اله، لان الاله اللي في عينيا اله
بيكره وظالم وبعيد بعيد قوي. بس على فكرة أنا كده كويسة خالص، أنا أصلا مش محتاجة. لو كانت مشكلتي مع الناس كان زماني قطعتهم وارتحت من زمان قوي، لكن أنا مشكلتي معاه شخصية جدا جدا جدا. هو اللي اختار كل حاجة في حياتي، هو اللي اختار البلد اللي أنا عايش فيها والمكان اللي اتولدت فيه، هو اللي اختار شغلي، هو اختار الناس اللي حواليا. واوعوا تفتكروا ان انا مش بصلي، انا مفيش مريض في عيلتنا ما صليتلوش كل يوم بدموع وبحرقه، كلهم ماتوا. لو هو اله البركات ليه انا لغايه دلوقتي فقير؟ لو هو اله الرحمه ليه لغايه دلوقتي الناس بتموت في الانفجارات كل يوم؟ لو هو اله العدل ليه انا مظلوم؟ ممكن يبقى في إله حلو فعلا زي ما انتوا بتقولوا، بس الإله ده مش الإله اللي انا اعرفه. ازاي عايزني اصدق في إله مش بيحبني؟ وازاي اصدق في اله واقف ضدي لا بيسمعني ولا بيهتم بيا؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى انا اللي دايما بسمع الكلام وبنفذ حتى لو في دماغي ميت علامة استفهام، وبرضو مش بشوفه ولا بسمع صوته، ومهما عملت مش عارفة أقرب منه. أقرب منه ليه وأنا حاسة إني مش فارقة معاه؟ أقرب منه ليه وأنا مش شايفة ولا حد كمان سمعه؟ لو بابه دايما مفتوح بيسمح بالجروح، حتى سؤال هو فيه ده مش مسموح، مش مسموح. انك تسأل لازم تقبل، والمكتوب لازم ما تشكش فيه، مش سامع بكرة هتسمع. اتعلم من اللي قريب لي، للحق أنا فعلا يوم بشوفه وعشرة لأ، وبمثل إني دايما ثابت في الحق، لكني عايش كدبة كبيرة ونسيت مين أنا. أكيد في حاجة بتدي معنى للحياة، لو عالسؤال لأ عندي مية كمان. ليه سايبني في حيرة وشك وتوهان؟ مين الإله جوا فين؟ هو مين؟ لو الإله فعلا بالأسوادي أحسن لي وحدي. مين الإله هو فين هو مين؟ أنا مش همثل ولا هكابر، حاولت ألاقي ومش قادر. مين الإله هو فين هو مين؟ مش عايز أعيش كدبة كبيرة، أنا لسه في حيرة. مش عايز ارسم صورته واشوفه من عينيكو، ولو موجود انا عايز اعرف هو مين. انا مش هستسلم وهدور على الحق وهلاقي. لو انت فعلا مهتم بحياتك ابحث ودور على الحقيقة،
اللي دوروا بأمانة عرفوا أن الحياة في المسيح اللي قال في الكتاب المقدس من رآني فقد رأى الآب.